لرصد جديد التطورات على الأرض في السودان. ينضم إلينا من أم درمان عبر الهاتف الزميل مهند الحسين مراسل الغد. مهند، ما التطورات الجديدة لديك في الميدان؟ ميدانيا تصعيد متواصل بين الجيش والدعم السريع. هذا التصعيد الذي بدأ منذ الساعات الأولى للصباح اليوم، حيث كانت هناك اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين في مناطق متفرقة من العاصمة في وسط الخرطوم بالقرب من محيط القصر الرئاسي، وكذلك في منطقة بحري وفي شمالها وبالقرب من المنطقة العسكرية مدينة الخرطوم بحري، وكذلك هنا في أم درمان حيث دارت اشتباكات في منطقة ود البشير الواقعة على شارع العرضة في وسط أم درمان. وحتى هذه اللحظة هنالك تصاعد لأعمدة الدخان منطقة وسط الخرطوم، فيما يعني يتواصل تحليق طائرات سلاح الجو التابعة للجيش السوداني. يعني هنالك العديد من الأماكن التي دارت فيها هذه الاشتباكات، يعني في معلومات بخصوص هذه المعارك وأين دارت وما تم فيها من يعني ضحايا ربما من قتلى وجرحى. لكن إجمالا هذا التصعيد يأتي في اليوم الأول لهدنة كان ينبغي لها أن تكون هي الأطول من نوعها لمدة 7 أيام قادمة بموجب مبادرة من منظمة الإيجاد وبدعم من جهود الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية يعني تطبيق وقف إطلاق نار دائم ومستقر هذه المرة لمدة 7 أيام، يتم من خلالها إجراء حوار بين الطرفين في إحدى عواصم الدول المجاورة. كما يعني هذه الهدنة هي مهمة بالنسبة لفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات. وهنا يأتي السؤال الكبير. نعم. مهند، ماذا عن الوضع الإنساني في ظل انتهاك هذه الهدنة الجديدة؟ بطبيعة الحال الوضع الإنساني يتفاقم يوما بعد يوم، سواء كان ذلك في الأوضاع المعيشية أو في الأوضاع الصحية. لا تزال بعض المستشفيات القليلة تعمل في ظروف بالغة السوء، بل هنالك مستشفيات قد خرجت بالفعل عن الخدمة اليوم كمستشفى حاج الصافي بحسب مصادر طبية. فهذا المستشفى المهم الواقع في منطقة الخرطوم بحري قد خرج بالفعل عن العمل. هنالك أنباء عن أن مستشفى القابلة في أم درمان كذلك تعرض لهجوم متهم فيه قوات الدعم السريع التي تتمركز داخل المستشفى. فبالتالي يعني الوضع الإنساني يزداد سوءا، خصوصا في ظل الحاجة المتزايدة للرعاية الطبية والصحية، سواء كان من الجرحى جرحى هذه الاشتباكات المستمرة أو سواء كان من المرضى الذين يعانون من مختلف الأمراض المزمنة وخلافه. وكانت وزارة الخارجية السودانية يعني قد دعت المجتمع الدولي بضرورة أن يتم إلزام قوات الدعم السريع بالخروج من المستشفيات ومن الأحياء السكنية. فبالتالي يعني السكان هنا في حاجة ضرورية بأن يتم يعني فتح ممرات إنسانية حتى يتمكن الأطباء من الوصول إلى هذه المستشفيات. طيب مهند، في ظل هذه الحاجة الملحة للمساعدات في السودان، هناك مساعدات بالفعل وصلت إلى بورت سودان، ما مصير هذه المساعدات الآن؟ صحيح، يعني في بورت سودان وصلت شحنة تحوي 8 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية عبر الصليب الأحمر، كذلك شحنة عبر باخرة محملة بالمواد الإغاثية خصوصا المواد الطبية والأدوية عبر منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وكذلك استقبل مطار بورت سودان الدولي قبل قليل إحدى الطائرات العسكرية من دولة الكويت تحمل 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن جسر جوي سيستمر من اليوم ولأربعة أيام قادمة. كل طائرة تحمل 10 أطنان من المساعدات، لكن
كل هذه المساعدات ربما ستظل قابعة في بورت سودان إلى حين الكشف عن يعني ممرات إنسانية آمنة، خصوصا وأن مارتن جريفيث وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هو كذلك وصل بورت سودان وقال بأن يعني هذه المساعدات هنالك صعوبة كبيرة في إيصالها للخرطوم، خصوصا في بعض المناطق التي لا تزال تشهد اشتباكات مستمرة ومنذ أكثر من أو نحو 3 أسابيع. فبالتالي فهو يقول إن التطمينات بأن عدم التعرض للعمال الإغاثة لن يكون كافيا في ظل تعقيدات المشهد الأمني الموجود الآن، وفي ظل يعني استمرار خرق الهدن التي يتم الإعلان عنها. فبالتالي وصول هذه المساعدات يعني لن يكون في متناول اليد ربما إلا خلال الأيام القادمة، إن تمكنت الأطراف بالفعل من يعني إيجاد آلية لضمان سلامة الفرق الإنسانية وضمان حماية المساعدات الإنسانية، خصوصا تلك التي سيتم إرسالها للمستشفيات. نعم، في الناحية الأخرى أيضا مهند، على مستوى اللجوء كيف تبدو الحركة؟ على مستوى اللجوء الحركة متواصلة، هنالك حافلات سفرية مستمرة في نقل العديد من الأشخاص والسكان من هنا من مدينة أم درمان نحو الحدود المصرية السودانية، كذلك يستمر تدفق يعني اللاجئين نحو تشاد. كما تعلم فإن دارفور كذلك شهدت أحداثا مأساوية خصوصا في غرب دارفور في مدينة الجنينة التي لا تزال الأوضاع فيها محتقنة للغاية. كذلك أيضا تفيد الأنباء الواردة من شرق السودان عن تواجد كبير للسودانيين على الحدود السودانية الأثيوبية في طريقهم للتوقل نحو الأراضي الأثيوبية. فبالتالي يعني هذه الأزمة يعني أسفرت عن آلاف أو ربما يعني عشرات الآلاف من السودانيين أصبحوا الآن يتوجهون إلى خارج السودان، هذا طبعا بالإضافة إلى حركة النزوح الداخلي التي كانت مستمرة منذ نحو 3 أسابيع خروجا من الخرطوم إلى بعض المدن القريبة الآمنة. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل مهند الحسين مراسل الغد، كنت معنا من أم درمان.